الباب الثالث الشفاعة. الشفاعة تنقسم إلى قسمين، مثبتة منفية. المنفية نفاها القرآن، شرك أكبر تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لكن الشفاعة إذا طلبت من المخلوق فيما يقدر عليه بالشروط الأربعة صحة، حي وحاضر وقالب وتعتقد أنه سبب. هذا فصل من الجامعة الإسلامية، قدر الله فصل. فجاء إلى دكتور من الدكاترة قال أريد أن تشفع لي حتى لا يطوى قيدا. يصح ننظر، حي نعم، حاضر نعم، قادر نعم. دكتور سبب؟ قال نعم هذا، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى. يصح؟ يصح. تمام. إذا الشفاعة تنقسم إلى قسمين، مثبتة ومنفية. منفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. هؤلاء شفعاءنا عند الله. الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، تطلب من الله لا من غيره، تطلب من الله بشروط ثلاثة سبحانه وتعالى. الأول الإذن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستطيع أن يشفع حتى يأتي الإذن من الله، صح؟ الثاني الرضا عن الشافع، الثالث الرضا عن المشفوع له. تمام. إذا الشفاعة مثبتة ومنفية، مثبتة أثبتها الله لنفسه، تطلب من الله بشروط ثلاثة، جمعت هذه الشروط في قوله سبحانه وتعالى. من يعرف؟ في أي آية؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تمام. الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه تنقسم إلى قسمين، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك في أحد، عامة لكل موحد، للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، للملائكة عليهم السلام، للصالحين، للأفراد، الأطفال يشفعون لكل موحد. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، والعام لكل موحد ثلاثة أقسام. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق. الثاني في فتح أبواب الجنة، لأن أبواب الجنة مغلقة. حتى إذا جاءوها جهل الجنة قال وفتحت، هذا الشيء ما هو؟ أبواب الجنة مغلقة، تحتاج إلى شفاعة. من يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح، يفتح له، وأول من يدخل هو عليه الصلاة والسلام، أول من يدخل من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يجعلنا إياكم منهم يا رب. هذه الشفاعة الثانية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة الشفاعة في عمه أبي طالب، أن يخفف عنه العذاب، لا يخرج من النار، لا يخرج من النار، صعب السر. الشفاعة العامة الشفاعة في رفع الدرجات، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المدينة. الآن تصلي على الجنائز وتدعو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، صح، في رفع الدرجات. الشفاعة الثانية في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. الثالث الشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. شرع الله الشفاعة إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له، لا تطلب إلا من الله.